بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، في لقائين سابقين تكلمنا عن المحبة وأمارات وعلامات ونعم يستدل بها على حب الله عز وجل لعباده، واليوم قد وصلنا إلى بيت القصيد، قد وصلنا إلى المقصود من هذه الدروس، ألا وهو كيف نحب الله، ما الأسباب التي نأخذ بها لنعبر عن حبنا لله عز وجل، ما الأسباب الجالبة لمحبة الله، أو لو قلنا بالبلدي كده عايزين نحب ربنا نعمل إيه. هناك أسباب كثيرة ذكرها العلماء يأخذ بها العبد. إحنا لسه بنقول يا فتاح عليم ونمت، يأخذ بها العبد ليعبر عن حبه لربه سبحانه وتعالى. أول هذه الأسباب قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قراءة القرآن، اللي بيكتبش هيطبق الحاجات دي ازاي؟ يعني انت قاعد تسمع الدرس وبعدين عايز تحب ربنا ولا مش عايز؟ هيقول لي عايز طبعا. طب ما تكتب عشان تطبق. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعد كده تيجي الاعتكاف، معك أجندة اعتكاف ماشي، أو ممكن نبقى نسلمها في أول الاعتكاف، يبقى إن شاء الله مفروض ها ونكتب لكم إيه ماشي. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ العجيب إن الآيات ما قالتش ليحفظوه أو حتى مجرد ليقرؤوه. الهدف الأساسي والرئيس من إنزال القرآن إيه؟ ليتدبروا آياته. وما يحصل التدبر يجيب إيه ويثمر إيه؟ وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم من إنزال القرآن، أن يشغل العبد قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ. عشان كتير مننا وخصوصا في الاعتكاف بيشتكي، يعني إيه تدبر؟ أقوم بيه إزاي؟ أعمل إيه؟ أن يشغل العبد قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ. عشان كده قلت لكم عايزين ناخد من السنة للسنة، من رمضان لرمضان، واجب تفسير الإمام السعدي نخلصه كله، واللي يخلصه إن شاء الله في سنة هيبقى له هدية قيمة إن شاء الله السنة الجاية، إن أحيانا الله، كتاب تفسير أكبر منه بإذن الله تعالى مجانا. بس نجتهد، لو أنت قلت، لو أنت قريت بس صفحتين في اليوم أو أقل، هتقسم الكتاب على السنة كلها، هتلاقي نفسك خلصته بسهولة. وشوف بقى الثمرة العظيمة جدا اللي هتعود عليك عند قراءة القرآن، هتبقى فاهم انت بتقرأ ايه وتبقى عايش معاني الآيات. اخد بالك، هذا هو المقصود الأعظم اللي هو التدبر، المطلوب الأهم، بأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة وعذابا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة. ده نموذج لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بيصلي ازاي وبيقرأ ايه. فبدأ سورة البقرة، فالصحابي قال هيصلي 100 آية ويركع، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى، فقلت: يركع بها. قلت خلاص هياخد البقرة كلها في ايه، ها، في ركعة واحدة. ثم افتتح النساء، وده دليل على عدم لزوم الترتيب، فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. الله، يعني كم جزء شرح البقرة وآل عمران والنساء؟ خمس أجزاء ماشي كده، يعني شوف تخيل، ولسه كمان يقرأ مترسلا، يعني إيه؟ متمهلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فسبحان الله حين تمسون مثلا يقول سبحان الله، فسبح بحمد ربك، يسبح بحمد ربك. وإذا مر بسؤال سأل، واسألوا الله من فضله، يعمل إيه؟ واسأل الله من يسأل، بالراحة واحدة واحدة، مش مستعجلين على إيه. وإذا مر بتعوذ
تعوذ فاستعذ بالله يوم ايه استغفر واستغفر الله يستغفر يمر بآية فيها الجنة يقول اللهم إني أسألك الجنة، آية فيها النار اللهم إني أعوذ بك من النار. إيه رأيك في القراية دي؟ الخمس أجزاء دول لما يتقروا بالسورة دي ياخدوا قد إيه وقت؟ استنى بس استنى بس، ها ما نهربش بقى. يعني قلنا لو خمس أجزاء، لو قلنا كل جزء مثلا نص ساعة ساعة إلا ربع، ها يعني اربع ساعات خمس ساعات. تعرفوا ده بقى ايه؟ دي ركعه واحده. وطبعا احنا بنقولش كده عشان نعجز الناس، انت لو انت ممكن تعمل كده ممكن، لكن عشان اقول لك هتداوم عليها ممكن اقول لك صعبه، صعب اللي انت تداوم. لكن لقيت نفسك الليله فاضي وما شاء الله كويس ونايم حلو، قوم صلي، ايه المشكله؟ في الاعتكاف مثلا وتمام التمام وعايز تحيي ليله مع نفسك كده مثلا في البيت او في المسجد وعايز تقرا تطول في القراءه طول. وفي أحاديث تانية، روايات تانية للحديث، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني لما ركع كمان طول في الركوع قريب من القيام، وبعد كده رفع من الركوع وقف، ها فكان قيامه قريبا من ركوعه، خدت بالك؟ وبعد كده سجد سجود قيام، وهكذا تحس إن إيه ركعة خدت الليل كله أو غالب الليل أو معظم الليل. دي أنت تسميها إيه؟ تسميها صلاة المحبين، لأن اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يحب القيام بين يديه. ممكن أوقفك خلي بالك، ويحب أن يقرأ كتابه ويتفاعل مع الذي يقرأ، وليس مجرد أنه يريد أن يختم، يقول لك عايزين نعمل ختمة مثلا أو نختم القرآن مرتين في رمضان. طب وبعد إيه الثمرة اللي عادت؟ إيه الأثر اللي إحنا استفدناه؟ أخذ بالك الأثر ده يبقى أكبر وأعظم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. فلا شيء، خذ القواعد دي، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين معايا، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. يعني تلاقي أعمال القلوب كلها رجعت لإيه؟ قراءة القرآن بالتدبر. يقول وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه، مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انت لما تقرأ كده ايه مثلك مثل الكلب وعمل ايه مع التفسير بقى وتعرف القصة بتاعته، يقوم تنزجر عن السلوك ده. يبقى شوف التدبر بيعمل ايه في الانسان، بيغيره، بيحول سلوكه، بينمي الايمان في قلبه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه، ها عد على آية محتاج لها كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. حدش بيعملها دي، ان هو يمسك آية طول الليل يكررها. ليه؟ محتاج لها، وكل ما يكررها كل ما الإيمان يزيد، كل ما يكررها كل ما يشعر بها أكثر، وهكذا. فقراءة آية بتفكر كما يقول ابن القيم، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. ها سمعتوا القاعدة ابن القيم دي؟ قراءة آية بتفكر وتفهم اسكت خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وده الغالب على القراء اللي بيصلوا في رمضان، هو عايز يختم، عايز يخلص الجزء، واخد بالك؟ طب هو دلوقتي القارئ عايز يعيش مع آية، لو قعد يعيدها ويكررها وكده ويسأل ايه يا عم طولت، مش هنلحق نختم، مش هتخلص النهاردة، أخرتنا. لا، احنا لو هنصلي بحزب أو أقل بس نعيش الايه الآيات ونعيش المعاني، ده أنفع للقلوب من اللي احنا نجري في القراءة وعشان نخلص وخلاص. عن أبي ذر قال وهذه كانت عادة السلف. يبقى قراءة آية بتفكر وتفهم خير من إيه محمود؟ من قراءة ختمة بغير إيه؟ تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. عن أبي ذر رضي الله عنه قال الدليل هو قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك يا ابني، وإن تغفر لهم فإنك إيه أنت الغفور الرحيم.
لا عزيز الحكيم، وارجع بقى للتفسير وشوف ليه الآية ما قالتش الغفور الرحيم. وقال الحسن: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. هو بقى العمل الشغل بتاعنا احنا نقرأ، مع ان القرآن ما نزلش للقراءه بس، نزل للايه؟ للعمل. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. يعني إنسان كبير عجوز مثلا، أو إنسان ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب بس بيعمل بالقرآن، يبقى ده أولى الناس بالقرآن. وواحد تاني حافظ القرآن بالقراءات وبيعملش به. أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم، يعني مش هينتفع به. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله محمد، من هم؟ من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. كم تكون سعادة الإنسان حينما يكون من هؤلاء، من أهل الله، من خاصة الله، لأنه يتعلم القرآن ويعمل بالقرآن. ولذلك من المفيد جدا أن نذكر الآثار التي تبين كيف كان يتعامل السلف مع القرآن، لأن القرآن هو هو ولا تغير؟ طب هم تغيروا بيه ليه والتغير عندنا قليل وضعيف؟ لأن طريقة التعامل مع القرآن عندهم تختلف عن طريقة التعامل عندنا. ابن مسعود يقول: كان الرجل منا معايا، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات هنا ولا هنا لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. طريقتهم دي يا ريت نرجعها تاني، والإخوة اللي بيحفظوا الأولاد والدور يا ريت الرسالة دي توصل. علموا الناس القرآن مع تحفيظه، عشان كده احنا عاملين الدار بتاعتنا دار رياض الجنة لتعليم القرآن مش لتحفيظ. حتى كان الأمن أيام النظام السابق اعترض، قال ايه التعليم؟ دار يبقى تحفيظ، شيل تعليم. كنا عاملين لتعليم الكتاب والسنة، قال لا، امال فين تحفيظ القرآن؟ كده أول ما شاف اليافطة قال امال فين؟ ما انت عارفين كل حاجة كانت بالإذن، عايز تفتح دار تحفيظ تاخد إذن من الأمن. عشان نجيب الإذن طبعا اتغلبنا، واخد بالك؟ وفي الآخر ما خدناهوش، قال اشتغلوا، يعني مش هيدينا إذن بس اشتغلوا. وما شاف بقى اليافطة دار رياض الجنة لتعليم الكتاب والسنة، قال الله امال فين التحفيظ؟ قلوب ما بتفهمش، يعني يقول لك فين التحفيظ؟ طب ما التعليم داخل فين؟ التحفيظ داخل في التعليم. وبعدين خيركم من حفظ القرآن وحفظه، معاني غابت عن كتير من الناس، خيركم من تعلم القرآن، لأن ده اللي هيثمر الايه؟ العمل، هو ده اللي هيجيب العمل، هيجيب الأدب بالقرآن، هيجيب التخلق بأخلاق القرآن. ابن مسعود يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات بتحفظ أولاد قرآن، علمهم القرآن 10 آيات واشرحهم لهم، لم يجاوزهن حتى يعرف إيه معانيهن والعمل بهن. يبقى الولد خلص القرآن حفظ وإيه؟ وخد العمل معاه بالمر. وعن عبد الله بن عمر قال: عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا إيه؟ نحن نرزقك. شد من ود مشد جامد، والعاقبة للتقوى. بقول لك شد من ود الله، وأمر أهلك بالصلاة. ها شوف، يبقى حتى قيام الليل يصحي زوجته ويعينها على الإيه؟ على العبادة وعلى الطاعة، فينال رحمة الله عز وجل. وعن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة. كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني كان رأس ماله إيه؟ نخل. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. كده ده بستان اسمه بيرحاء، مستقبلة، يعني في وش مسجد مين؟ زمانها دلوقتي فين؟ ساحة إيه؟ ده جوه المسجد، التوسعات الضخمة اللي تمت دي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، كان يطلع من المسجد عليها ويقعد فيها ويشرب من الايه؟ الميه بتاعتها. قال انس: فلما انزلت هذه الايه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحه، الايه نزلت فقام. تلحظ ايه؟ استجابه، تنزل الايه يقوموا يطبقوا على طول. خدت بالك؟ مش يجي دلوقتي يا جماعه تبرعوا للصومال وتبرعوا للناس وعايزين لبس وعايزين هدوم، يقول لك انا عندي حاجات قديمه هجيبها. جزاك الله خير، ماشي، بس ما انت تستطيع تجيب جديد، ليه جبت قديم؟ وربنا موسع عليك، ليه جبت قديم؟ ويجعلون لله ما يكرهون. خدت بالك؟
انا بقولش ما يجيبش، ان يجيب القديم ماشي، بس انا بقولك انت عندك وربنا موسع عليك، ما توسع على عباد الله، لان انفق ينفق عليك. وشوف المثال اللي طبقناه في الاعتكاف، قلنا للاخوه بدل ما عاملين ناكل لحمه ورز وفراخ كل يوم، لا احنا ناكل سندوتشات فول وفلافل ونطلع الفرق للاخواننا في الصومال. اللحمه اتقطعت وما جبناش حاجه، مولانا بعت لنا. شوف كريم، انت هتطلع هيدي لك، هتمسك هيضيق عليك. ها، لا توعي فيوعي الله عليك او فيوعى عليك. كل ما الانسان يبقى كريم ويكرم العباد يكرمه الله سبحانه وتعالى. ما تقولش اصل والظروف وضيقه والسنه دي الحكايه، ما انت عايزها توسع، وسع على الناس ولو بالقليل. ايه جنيه تطلعه؟ إيه، احنا كتير من اعمال المساجد واقفه بسبب ايه؟ بسبب ان الناس مش فاهمه المعاني دي ومش شايله مسؤوليه. لما يبقى عندي طفل وبيختم قران ومش عارف اجيب له عجله افرحه بيها، واهل المسجد فين؟ ده لو كل واحد حط جنيه في اليوم او نص جنيه او 3 جنيه في الاسبوع، ده الحكايه هتنغنى قوي. بس فين بقى اللي فاهم المعاني ديت؟ ان هو كل شيء ينفقه هي ايه؟ قلنا هنعمل وقف لمسجد الرحم، قيمه السهم 100 جنيه، ايه 100 جنيه من الواحد يطلعه؟ ايه يعني هتعضله يعني؟ طب ما انا اجي على نفسي شويه شهر ولا شهرين واطلع لي سهم ولا سهمين ولا 10، عشان لما اموت يجري عليا الايه؟ الحسنات بعد ما اموت. خدت بالك؟ معاني محتاجين يا جماعه. القران لما كان ينزل على الصحابه كانوا مباشره يبادروا للعمل. نزلت الآية، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى. الشيطان بينيمك عشان ما تستفدش، خلي بالك، لأن النوم في مجلس العلم من إيه؟ من الشيطان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها إيه؟ صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله صلى الله عليه وسلم. شوف هتفرقها فين. وراح البستان لقى نادى على زوجته عشان يطلعوا خلاص. ايه يا فلان؟ قال لها خلاص بعناه لله، او كلمه مثلها يعني، خلاص مبقاش بتاعنا. فجعلت تنفض ما في اكمام الاطفال وافواههم من التمر. مراته شوف الصالحه تعينه على الايه؟ الطاعه. تقول له يا اخويا تصدقت بايه؟ هنقعد فين؟ وخربت البيت والعيال لا انت خلاص، انت اطلع انت، انا هقعد. مش مثلا يعني، لا، ده معينه ليه على الطاعه. حتى التمر اللي في بق الاولاد وفي الكم بتاعهم بتطلعه تقول لهم مش بتاعنا خلاص، مش حقنا، ده احنا خلاص ايه؟ تصدقنا به لله. شوف التفاعل مع الايات، تنزل الايه الصحابه يسمعوا يروحوا ينفذوا ويطبقوا على طول. وده نفس المعنى نقدر كلنا نعمله. انت معاك المصحف موجود معاك والايات بتامرك، شوف اي امر يمر عليك في القران قول ايه اللي اقدر اعمله، ايه المطلوب مني، الايه دي بتامرني بايه، وطبق ونفذ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، برضو شوف المثل ده اللي بيبين تفاعل الصحابه مع القران، قدم عيينه ابن حصن ابن حذيفه ابن بدر فنزل على ابن اخيه الحر ابن قيس. يبقى في واحد الموسيقى حرام، في واحد اسمه عيينه ابن ايه؟ عيينه ابن حصن، نزل على ابن اخوه اسمه ايه؟ الحر ابن قيس، ماشي كده، نازل عليه ضيف. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. أنهي واحد فيهم؟ الحر. يبقى عيينة نزل ضيف على مين؟ ما سمعتش؟ ما سمعش. عيينة نزل ضيف على مين يا أستاذ محمد؟ ما سمعش برضه، على الحر ابن قيس. وعمر كان بيقرب مين؟ يعني زي مجلس الشورى بتاع عمر كان منهم مين؟ الحر ابن قيس. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. يعني مجلس الشورى بتاع الخليفة بتاع الرئيس كان اللي فيه مين؟ قراء القرآن. يبقى الرئيس هياخد قراراته ازاي؟ من القرآن. يبقى الأمة هتبقى شكلها ايه؟ صبغة الله. لكن لما يبقى البطانة اللي حوالين الرئيس حرامية، يا راجل هي في دولة يطلعوا كلهم حرامية؟ ده احنا اتفضحنا على المستوى العالي. يعني مفيش واحد شريف؟ ها؟ حاجة مؤلمة. ها؟ ولسه شفنا ده المستور وما خفي كان أعظم. دي حاجة، لا والله ده الموقف ده ألمني جدا. يعني يطلع الرئيس حرامي ماشي بيسرق، طب واللي تحتيه؟ اه برضه، كله حرامية. كانوا يهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف عمر ابن الخطاب كان مقرب الناس، وده ما يمنعش ان هم يبقوا ناس فاهمين في السياسه وفاهمين في الاقتصاد، ده مطلوب، والا هيبقوا ايه؟ بس مع ده يبقى فاهمين الدين وفاهمين الاسلام وفاهمين القران. كان القراء اصحاب مجلس عمر، ف
فقال عيينة لابن أخيه اللي هو مين؟ الحر: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ يعني ليك وجهة يعني، فتستأذن لي عليه؟ قال أنا عايز أخش على عمر، ما تستأذن لي عليه، مع أن عمر كان إيه؟ بس عايز يدخل بقى المجلس يعني. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، من أولها كده بين إيه؟ يا أمير مؤمنين، ما في أدب، من العشرة المبشرين بالجنة، صحابي، أخد بالك يعني، ليه فضل وليه قدر، يبقى أنزلوا الناس منازلهم. فبدأ كده: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني بتديناش كتير، أنت بخيل يعني، وما تحكم بالعدل. عمر يعني واحد يتهم عمر أنه مش عادل، طب دي تجيبها في واحد غيره، لأن هي أصلا أكتر حاجة مميزة بها، مميز بها عمر إيه؟ معروفة يعني، الناس كلها تتغنى بعدل مين؟ لا، جاوب جاي يقول له: لا أنت إيه؟ كضرائر الحسناء قلنا لها حسدا، مش فاكر بقية البيت يعني، واحدة جميلة جدا لكن الضرائر بتوعها أنت وحشة، أنت مفكرة نفسك يعني، مع أنها جميلة جدا، بس أبرز صفة فيها هم إيه؟ بينكروها يعني. فغضب عمر، الكلام استثار عمر، فغضب حتى هم بأن يقع به، يعني أمحى إيه؟ هيديله. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد قال للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. على مين؟ عيينة ابن حصن. شوف عمر كان قايم اهو، ها؟ قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. إيه اللي حصل؟ تلبش، واخد بالك؟ وكان وقافا عند كتاب الله. تعالى كده دلوقتي في مشكلة وبيضربوا بعض، واقرا الآية. والله ما هسيبه، ما هو يتأدب برضه ويديل، وأنت تقرا بقى، اقرا له القرآن كله. أخد بالك؟ أخد بالك؟ ما ليه؟ لأن الناس ما بدأ، ده العلماء قالوا لو ابنك وأنت بتضربه قال لك: أعوذ بالله منك، خلاص تسكت. أخد بالك؟ يقول لك أنا هو الولد ما بيفهمش، يقول لك أنا في شرف ربنا. أخد بالك؟ هو الولد مش فاهم من الكلمة، بس يعني إيه؟ يا رب احميني، تعمل إيه؟ تقف. ليه؟ عشان تعرفه إن هو استعاذ بعظيم، بمعاذ، مش الأمر يبقى هين، تعوز ما تعوزش هتتكسر برضه، بيبقى الولد هنا يستقل بقى قدر الله سبحانه وتعالى. فعمر دي تربية تربوها على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية للي جاي بعد كده وإلى الآن وإحنا بنتربى عليها، إن القرآن لما يأمرك بأمر تعمل إيه؟ مش تيجي، ده مشاكلنا كلها هتتحل. هو ليه واحد يطلق واحدة يروحوا المحاكم ليه؟ هي ملهاش علاج في القرآن ولا ليها؟ ما تروح لعالم من العلماء الأفاضل قول له إيه حقي وإيه حقها؟ قال لك: ليك كذا وليها كذا. معايا يا ابني؟ هي مين بقى؟ ليك كذا وليها، خلاص إيه المشكلة؟ وأنا من عندي حبة كمان أهو عشان ما يتعلقش بيا يوم القيامة، خلصت. لو الناس فعلا بتتربى على القرآن كانت مشاكلها اتحلت. معنى كده: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلنحسن إخواني تعاملنا مع القرآن، فنحل حلاله ونحرم حرامه، ونفعل ما أمر به ما أمر به، وننتهي عما نهى عنه، ونعتبر بأمثاله وقصصه، ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه، ونقول آمنا به كل من عند ربنا. ولنحذر، خلي بالكوا بقى القراء بالذات، أن تشغلنا مخارج الحروف وأحكام التلاوة عن التدبر والتفهم. ده للأسف بعض القراء وبعض الدور يقعد 5-6 شهور ياخد مخرج حرف، حرف واحد بيتعلموه في 3-4 شهور. طب أنا هقول لكم طريقة جميلة جدا، بس قصادها اتعلمتوا إيه في التفسير والإيمان من القرآن؟ مفيش. لا، يبقى مش هتنفع الموضوع، مينفعش. القرآن ما نزلش عشان نقيم حروفه، ما هو أكثر منافقي أمتي قراؤها. تلاقي الواحد بيقرأ مفيش حرف يسقط منه، من الفاتحة للخاتمة، بس ما أسقط القرآن كله لأنه بيعملش بيه. أهم درس، دور القرآن لازم تقوم بيه تعليم الناس معاني القرآن، تعليم الناس الإيمان اللي في القرآن. زي مفتاح بلا أسنان، إيه فايدته؟ زي رسالة أنت مش عارف تقراها، والدك بعت لك رسالة من بره وأنت ما بتعرفش تقرا، هتعمل بيها إيه؟ ما انتفعتش بيه. ولله المثل على القرآن، ده رسائل من الله إلينا، عشان نطبق الرسائل دي لازم إيه؟ لازم نفهمها. معنى كده يقدمون ذلك على التدبر والتفهم، فينصرف كل الاهتمام إليها دون المعنى والتأثير. حتى بعضهم بيبقى واقف ورا الإمام ودنه ذهبية،
الحرف ده تخين شوية، الحرف ده عايز يترقى، الحرف ده عمل له إمالة، الحرف ده مش، والغنة هنا مش عارف إيه. الله، طب وانت تأثرت بإيه يا مولانا؟ إيه قلبك هيستفيد إيه بقى من اللي؟ وتلاقي بقى صاحب القلب الحي يوم يقول له ده الشيخ غلط في كذا كذا، قال له ما خدتش بالي والله. ليه؟ اللي كان عايش بيتدبر مع كلام الله سبحانه وتعالى. حلو وحش بقى، ما هو بيصلي خلاص، انا عايز انشغل بقى بالمعاني اللي في القران. وده ما يخليناش نهمل التجويد ولا القراءات، لكن مش هي الاساس ومش هي الاصل اللي نزل من اجله القران. ولنداوم على تلاوه القران ولا نهجره كي يتجدد الزاد ولتدم صلتنا بالله عن طريق تلاوه كلامه. السبب الثاني وبه نختم، طبعا مش هنلحق نخلص، وده انا بديكم بس كده ايه قص شريط وانتوا ايه وانتوا تدخلوا، لان الموضوع محتاج اعتكاف كامل. ابن القيم لوحده جايب 10 اسباب تحصل بها محبة الله، يعني عايز 10 ايام اعتكاف، كل يوم تاخد ايه سبب تطبقه. ها ابن القيم في كتاب كده شرح الاسباب العشرة الموجبة لمحبة الله، الشيخ عبد العزيز مصطفى كامل. فاحنا لما نقول ما يبقى معاك بقى 10 اسباب، او كل يوم من الاعتكاف سبب، ويبقى واجب اليوم تطبقوه بحيث تطلع من الاعتكاف بتحب، فاهمين الكلام؟ فاحنا هناخد سبب او سببين، ولو من الله عز وجل علينا كان بكره في رمضان لسه يبقى نكمل سببين ثلاثه كمان. لو ما تيسرش عندكم كتاب الدكتور ياسر اسمه اعمال القلوب، جايب الاسباب العشره دي بالتفصيل، شارح سبب سبب وجايب امثله عليها. الشيخ ياسر برهان. السبب الثاني من اسباب حب الله التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، فانها توصل الى درجه المحبوبيه بعد المحبه. زي رمضان دلوقتي خلص اهوت، الناس بتبطل صيام لرمضان الجاي، لا، بعد رمضان ما يخلص عندك صيام 6 من شوال، بعد صيام 6 من شوال عندك صيام 13 و14 و15، وعندك الاثنين والخميس، وعندك يوم عاشوراء، وعندك يوم عرفه، وعندك 9 ذي الحجه، خدت بالك، وعندك الصيام داود، صيام يوم وافطار يوم، خصوصا الشباب اللي ما وراهوش حاجه بيروح الكليه بيهم كده طول النهار فاضي، ما صومش ليه؟ ما تبني مستقبلك من دلوقت، قدم للقبر بتاعك، مهد لنفسك، هتكبر وتتجوز والبيت والشغل والعيال، يبقى قابلني بقى لو افتكرت تعمل حاجه، او اسالوا الناس المتجوزين. صوم دلوقتي بقى، صوم يوما وافطر يوما، بتشتكي من الشهوات والمشاكل والبنات وغيره، ما انت ما خدتش بالسبب، خد بالسبب اللي يحميك، من لم يستطع فعليه بالايه؟ بالصوم. شوف الحديث الجميل ده القدسي، ان الله تعالى قال من عادى لي وليا، مش بدوي بقى ولا الدسوء، الاولياء الله اللي هم المؤمنون المتقون، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى انتم ممكن تبون اولياء الله، صح؟ يا رب يا رب يجعلنا منه. من عادى لي وليا، يعني اللي يعادي ولي من أولياء الله، فقد آذنته بالحرب. من يحارب من؟ الكبير الجليل يحارب الذي يحارب أولياءه. عرفت ليه بقى الرئيس اتحط في السجن وكل الحرمية؟ لأنهم كانوا بيؤذوا أولياء الله، العلماء والدعاة، ويحبسوهم ويسجنوهم ويقتلوهم ويعتقلوهم. هذه دي كانت الخاتمة بتاعته، ولا عذاب الآخرة أكبر إن لم يتوبوا إلى الله. غير بقى ظلم الناس بقى وأكل أموال الناس وسرقة البلد وإلى آخره، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. بس اوعى تكون انت بقى برضو من النوع ده اللي بتظلم الناس وتعادي تقول بقى تشمت في دول، لا، خلي بالك برضو من نفسك عشان ما نعلقش على وننسى نفسنا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اللي عايز يبقى من أولياء الله يحافظ على الفرائض، صلاة الفجر اللي بتروح بعد رمضان مننا، اللي يصلي يوم ولا يومين في الأسبوع وبقية الأسبوع نايم، ويقول أنا من أولياء الله. إيه أولياء الله؟ تحافظ على الفرائض. يبقى أول حاجة هي بطالبكم بيها بعد رمضان إيه؟ حافظ على الفرائض. ما تقولش أصلي بسهر كل حياتك تتظبط على صلاة الفجر، عندي مذاكرة كله يتظبط على الفجر الساعة كذا، الأخ ظابط التليفون بتاعه، حان وقت النوم خلاص، في أي مكان وفي أي حتة على أي حال ده وقت نومي، معلش أنا عندي ميعاد مع ربنا الفجر هروح أصلي، لأن اليوم طالما بدأ بالفجر يبقى بدأ صح. اللي يصلي الفجر في جماعة يبقى في حفظ الله وذمة الله، اللي ضاع منه الفجر أصبح خبيث النفس كسلاء، يبقى حالك إيه؟ معقد بقى، عقد الشيطان على قفاه، والعياذ بالله، بال الشيطان في أذنيه. ده لو بول طفل كبناه في ودنك، بول طفل هتتقرف، فما بالك بقى بول الشيطان اللي انت بتحبه قوي كل ليله عاطيله ودنك عاملها حمام وعمال يتبول فيها، ما
ما هو ده الإنسان اللي بيصبح لا يصلي الفجر، لا يصلي بالليل، يصبح وقد بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه والعياذ بالله تعالى. يبقى هي دي المجاهدة بقى، حافظ على الفرائض. طب بعد الفرائض إيه المطلوب؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى ده حب زايد عن حب اللي أدى الإيه؟ الفرائض. ليه؟ لأن اللي أدى النوافل أكيد إيه؟ أدى الفرائض. ولا هو واحد هيتكلم عن رأس مال ولسه ما عن ربح وما فيش رأس مال؟ معايا يا ابني؟ ما ينفعش نتكلم عن إيه؟ ما ينفعش نتكلم عن إيه؟ عن الربح وما فيش رأس مال. فنفس الكلام، الفرائض دي هي رأس المال والأرباح. يبقى أدى الفرائض، وبعد الفرائض أحافظ على الإيه؟ لو بقى حافظ على النوافل حتى أحبه. طب لما ربنا يحبك، يا رب حبنا، ها، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الصوفية بقى الضلال والمشبهة وغيرهم يقول لك اهو يعني ربنا بقى العبد والعبد بقى ربنا والعياذ بالله. لا يا كذابين، الروايات التانية توضح. في روايات فيها ايه؟ فبي يسمع وبي يبصر، اللي هو معنى ان ربنا يحمي بصرك من النظر للحرام، ويحمي سمعك من سماع الايه؟ الحرام. طب ما ده المطلوب. هو انت بتشتكي بعد رمضان من ايه؟ مش هتطلع للدنيا والشهوات والفتن والبتاع؟ ما انت محتاج ان ربنا يبقى معاك يحميك، ويحمي بصرك من النظر للحرام، وسمعك من سماع الحرام، وايدك من لمس الحرام، البنات والتسليم عليهم وغيره، ورجلك من المشي للايه؟ للحرام. يبقى انت حافظ على الفرائض، وبعديها ايه؟ اتحلت مشكلة الشباب. حافظ على الفرائض وتبعها بالنوافل، خلاص بقيت في حماية الله ومعية الله. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي وقت وفي أي مكان تستعيذ به تسأله هتلاقيه قريب منك سبحانه وتعالى. متى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. وهذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى كنت سمعه إلى آخره. قال الحافظ: وفي الحديث عظم قدر الصلاة، فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بها، ولأنها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وربه، ولا شيء أقر لعين العبد منها. ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه. لذلك نقول بعد الفرائض نتقرب إلى الله بالنوافل، والنوافل كثير. نوافل الصلاة زي عندنا 12 ركعة، دول ثوابهم أصر في الجنة. زي عندك الضحى، زي عندك صلاة الليل، مثنى مثنى صلي ما شئت، زي عندك ركعتين بعد الوضوء، عندك ركعتين التوبة بعد ما تذنب أي ذنب تصلي الركعتين وتستغفر يغفر لك ذلك الذنب ويمحى بفضل الله تعالى، زي عندك نوافل الصيام اللي احنا قلناها، الأيام اللي احنا قلناها، نوافل الزكاة، الصدقات، نوافل الحج والعمرة، الحج والعمرة المستحب، وهكذا. تقرب إلى الله ما استطعت بالنوافل، ومن أفضلها قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.